네네. 박현이 아! حبيبتي يا ماما انا خايفه عليها قوي يا شرف. لا يا حبيبتي ما تخافيش، امك زي الاسد هتقوم منها برضو. ربنا يستر البلاوي اللي عماله تحصل لنا دي. خير يا جماعه خير، ولا تقلقوا، ابو نسب ده عمره طويل وربنا هيطول في عمرها ان شاء الله لغايه ما تشوف احفادها. يا استاذ امجد، حضرتك ما شفتش الناس اللي ضربوها؟ ده والله ما شفتش، دول ضربوا بالنار وجريوا زي الصاروخ. طب ما فيش حد في الاوتيل عارف يلقط ارقام الموتوسيكل؟ يا استاذ عمرو، المجرمين دايما بيبقوا سارقين الموتوسيكلات اللي بيعملوا بيها الجرايم. عندك حق يا فوتنا امجد. لحظه تعالى اسحب اسحب. الولية دي كانت بتعمل عندك ايه في الاوتيل؟ مش وقته انتصار. محمود محمود. الحمد لله مدام نور حالتها بقت مستقره الحمد لله. انت هنا بتعمل ايه؟ انا اللي قلت له شرف، والراجل كتر خيره جاي يجري. سبحان الله سبحان الله يا حبيبي، ليها عمر على ايديك الحمد لله. تيجي منك انت يا محمود، انت برضو يا حبيبي. واجبك يا دكتور يا طنط يحتم عليا انقاذ حياه اي مريض. انا بجد مش عارفه اقول لك ايه. على العموم هي لما تفوق هينقلوها الاوضه بتاعتها، تقدر تستناها هناك. معقول اللي انت بتعمله ده؟ ما هو يا اما انت اتجننت يا اما عايز تجنني. يا ماما يا حبيبتي، انا واجبك كطبيب يحتم عليا ان انا كان لازم اعمل عمليه. يا سلام، ما الدكاتره على قفا من يشيلوا يا اخي. طب قول لي بقى بذمتك، لو جرى لها حاجه في اوضه العمليات وماتت كان ايه اللي هيحصل؟ والله كانوا هيلبسوك القضيه ويقولوا ان انت اللي قتلتها. ماما ايه الكلام اللي حضرتك بتقوليه ده؟ هو انا واقف في اوضه عمليات لوحدي؟ ما في حوالي 50 شاهد ودكاتره كبار كمان. ثم الحمد لله يعني جت سليمه والعمليه نجحت. يا فرحتي يا خوي. على فكره بقى انا النهارده قابلت شرف واتفقت معاه ان هي هتيجي تعيش معانا هنا لغايه لما ان شاء الله نلاقي شقه بعيد عن والدتها. يعني انا مش مصدقاك انت لسه مصر على العيله دي بعد كل اللي حصل. طب ورحمه ابوك ما حوافقك المره دي على اللي انت عايزه؟ لو السما حطت طبقه على الارض. يا ابني يا ابني انا ما عنديش غيرك، انت عايز تحرق قلبي عليك. يا امي يا حبيبتي، شرف مراتي امالها الذنب؟ هناخدها بذنب امها؟ اه يا اخويا ناخدها بذنب امها، لان امها مش هتسيبكوا في حالكم. طب بالمناسبه دي بقى، انا كان رايي يعني ان حضرتك المفروض تروحي تزوري امها. اديك في وشك، انت جننت. يا ماما يا حبيبتي، زياره المريض صدقه. بس انا اللي نفسي اعرفه يعني مين ليه مصلحه ان الست دي تتقتل؟